إذن حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذن نهاية المباراة ما بين فريقي قطر والشمال بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الكابتن ماجد محمد قائد فريق نادي الشمال. كابتن ماجد نرحب فيك بداية. نقطة أحسن من لا شيء أعتقد، لكن يعني سر التراجع الغريب لنادي الشمال في الشوط الثاني، سيطرة قطروية كانت يعني بالطول والعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا زين في الشوط الأول وبدأنا نحرز جول. اتفق معك، شوط ثاني كان فيه تراجع، يعني شيء طبيعي انه نادي قطر نادي كبير يهجم عليك. احنا نادي الشمال كل مباراه ترى طموحنا عالي، ولكن في نفس الوقت نلعب بواقعيه. احنا جايين من درجه ثانيه وان شاء الله يعني نحاول ان احنا نوصل لافضل مركز في الدوري. نعم صحيح ان الشمال قادم من درجه ثانيه، وانا اتفق معك انه لابد انه يكون الطموح منطقي، لكن نادي الشمال في 13 مباراه الماضيه قدم مستوى هجومي جيد، يعني فريق يلعب كوره. كابتن الشوط الثاني ما شفنا الشمال يلعب، والله صح شفنا 11 لاعب يعني في الثلث الاخير من الملعب. اتوقع اليوم بالذات يمكن في ارهاق، تعرف كل ثلاث ايام اربع ايام مباراه، اليوم كان واضح علينا الارهاق، لكن الحمد لله نفس ما قلت التعادل احسن من الخساره. سؤال اخير، ارضيه الملعب فيها شيء؟ شفنا اصابات كثيره. لا 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 ممتاز الارضيه ما فيها شيء. شكرا لك يا كابتن. ايضا معي الكابتن جاسم الهيل حارس نادي قطر. كابتن ما اعرف اقول لك مبروك على النقطه او هارد لك، يعني الشوط الثاني سيطرة قطروية كانت، فرص كثيرة بالجملة، خصوصا فرصة مارتينيز اللي بالهيد وضاعت، وفرص كثيرة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد هارد لك، ضيعنا نقطتين. ما أعرف شو أقول والله الصراحة، يعني طالع معك وما في كلام ينقال، يعني ما أبي أكذب أو إني يعني الكل الكلام اللي بقوله دائما إن الله كريم وراح نعوض. لا لازم الكل يعرف ان الحين وضعنا صار صعب، وضعنا لازم ما نضيع مثل هذه المباريات. كنا اليوم افضل، اعتقد في اخر مبارتين اليوم افضل اداء قدمناه من المباريات السابقه. زعلان على الجماهير اللي حضرت وزارتنا اليوم يعني كانت موجوده، اقول لهم هارد لكم، يعني ان شاء الله في القادم الكل عارف المسؤوليه صارت صعبه. كابتن جاسم جات فتره حق نادي قطر يعني نهاية القسم الأول تحديدا وبداية القسم الثاني كان أداء جيد، لكن بعد ذلك صار في انخفاض، شنو السبب؟ والله ما أعرف، مو بس هالموسم، احنا في فترة من الفترات قبل فترة التوقف أو قبل نهاية القسم الأول نكون متصاعدين، عقب ننزل مرة ثانية عقب نتصاعد. التوقف الطويل، كأس العرب وتصفيات الأوروبية كانت لها تأثير. لها تأثير على الكل طبعاً، توقفات هذه. لا خليك بالكل، عليكم أنتم كنادي قطر. طبعاً احنا كنا يعني كانت نتائجنا زينة، أوكي يمكن صححنا بعض الأخطاء، اشتغلنا، لعبنا مباريات قوية، لعبنا مباريات ودية، كان الفريق رجع الفريق بعد التوقف بصورة ممتازة. ما اعرف يمكن ضغط المباريات، هل اللعيبه ما تعودوا على ضغط المباريات كل ثلاث اربع ايام مباراه؟ والله العظيم مش عارف بالضبط وين المشكله ولا شو يعني اللي قاعد يصير. ريحتوا المباراه اللي طافت، ما لعبتوا امام السد، تاجلت المباراه، يعني في عندكم ايام راحه اكثر. صح، الكل قاعد تاجل المباريات، الكل قاعد يعني الظروف اللي صايره والجائحه يعني في كل مكان قاعد توقف، بس ان شاء الله نعوض، ان شاء الله الامور ترجع. بس لكن المسؤوليه زادت الحين والضغط زاد علينا، لازم الكل يتحمل المسؤوليه، لازم الكل يتحمل الضغط، لازم نوقف يد واحده الوضع هاي، لان جمهوركم ترى ما يرحم، جمهور القطراوي ترى يعني ما يرحم نهائيا فريقه، دائما ومن حقه طبعا. نعم. ومن حقه، واحنا صراحه يعني ما اعرف ايش اقول لهم، يعني مزعلينهم هالموسم. شكرا لك يا كابتن، ان شاء الله تصححون الاوضاع انت وباقي الفرق. شكرا لك كابتن جاسم حارس نادي قطر. بسعود تفضل.